حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها تزايد الحديث عن عملية أمريكية في سوريا، وألمانيا تعتقل سوريا قادة ميليشيا في قوة النظام، وأخيرا تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه في شمال غربي سوريا. في المحور الأول، تتوارد الأنباء تباعا عن قرب إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية عملية عسكرية في سوريا تستهدف بشكل مباشر الميليشيات الإيرانية شرقي البلاد. وتقول مصادر خاصة إن الأمور تسير ببطء، لكنها حدث جديد. في فصول القصة تبحث أمريكا إمكانية الاستعانة بعناصر من شمالي سوريا. وهنا يقول موقع نداء بوست الذي ينقل عن مصدر غربي قوله إن واشنطن تدرس فعليا هذا الخيار الذي ستنفذه إن وافق الرئيس. أمام هذه الأخبار تكشف صحيفة روسية مزيدا من التفاصيل، وتقول إن الحدود السورية العراقية ستشهد عملية أمريكية كبيرة. ثمة ترقب لمن يطلق الرصاصة أولا، وهل ستكون واشنطن جادة هذه المرة أم أنها ستكرر ما فعلت سابقا؟ في المحور الثاني ننتقل إلى ألمانيا، وفي ثاني محاكمة من نوعها في البلاد، حيث أعلنت الشرطة الألمانية توقيف أحد السوريين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2012 و2015، حيث وجه الادعاء الألماني إليه اتهامات بالضرب الوحشي للمدنيين والتعذيب والاعتقالات التعسفية. فما هي تفاصيل القضية؟ وهل ستستمر ألمانيا في محاكمة مجرمي الحرب السوريين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية؟ في المحور الأخير، تسجيل صوتي للمتحدث باسم تنظيم الدولة يعلن فيه رسمياً مقتل زعيم التنظيم أبي الحسين القرشي على أيدي عناصر من هيئة تحرير الشام، وذلك في إحدى بلدات ريف إدلب. وكذلك يعلن فيه عن تعيين زعيم جديد للتنظيم وهو أبو حفص الهاشمي. تطورات قد تفتح الباب على سيناريوهات مواجهة بين التنظيم الذي يحاول العودة مجددا وبين الهيئة صاحبة اليد العليا في الجغرافيا. فلماذا لم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديدا؟ أسئلة سنجيب عليها في النقاش. أهلا بكم. كشفت مصادر خاصة إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية نقل عناصر من الجيش الوطني شمالي سوريا إلى شرقيها. هذا وقال مصدر غربي لموقع نداء بوست إن واشنطن تدرس جديا تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الإيرانية في شرقي البلاد. في الشرق السوري، حيث حدود النفوذ هناك ما هي إلا خطوط صراع حمراء قد يستدعي تغييرها كثيرا من العسكرة الأقرب للحروب. وعند الحديث عن الشرق لابد من البدء بالولايات المتحدة، فبالرغم من وجودها الضئيل نسبيا هناك فإنها تحافظ على استمراريته عبر استراتيجية تصنيع حلفاء موثوقين على الأرض. واليوم تعيد واشنطن طرح مشروع لها في شرقي سوريا يتعلق باستقدام حليف جديد إلى هناك، حيث تحدثت مصادر خاصة بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل عدد من عناصر الجيش الوطني العامل في شمال سوريا إلى شرقها. لتضيف المصادر أن الأمور تسير بشكل بطيء رغم وجود أنباء من الشمال السوري تفيد ببدء تسجيل عناصر لهذا الغرض وقد يكون لآخر. وبالرغم من عدم وضوح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الأمريكي، فإن السؤال الأهم الذي يطرح هو عن هدف هذا التحرك الأمريكي، وهذا ما أثارته بعض وسائل الإعلام أخيرا، حيث تحدثت صحيفة نزافيسيميايا غازيتا الروسية عن نية واشنطن توجيه ضربة شديدة إلى الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والمتمركزة بشكل كبير في جغرافيا شرقي سوريا. في حين أفاد موقع نداء بوست نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس بشكل جدي
سيناريو عملية عسكرية في سوريا، وقد يكون التركيز على شرقي سوريا حيث الانتشار الواسع للميليشيات الإيرانية. في المقابل، فقد تحدثت بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن احتمال قيام إيران وبواسطة ميليشياتها المنتشرة في شرق سوريا بمهاجمة القواعد الأمريكية هناك. ما بين هنا وهناك، تبقى الحقيقة الملموسة أن الشرق السوري بدأ يشهد أخيراً تحركات عسكرية نوعية من مختلف القوى المسيطرة، وخصوصاً من قبل واشنطن التي يرى مراقبون بأنها تسعى من خلال ذلك لامتلاك زمام المبادرة لأي عمل عسكري واسع ضد إيران قد يغير معادلات الجغرافيا والنفوذ هناك. حول هذا الموضوع معي كبيرة الباحثين في معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية من واشنطن سيدة كارولين روز. أهلا بك سيدة كارولين. ومعي العقيد عبد الجبار العقيدي المحلل العسكري والاستراتيجي من غازي عنتاب. ومعي دكتور خالد العزي أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من بيروت. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيدة كارولين. سيدة كارولين، إذا تتوالى الأنباء التي تتحدث عن ذات القصة، نية واشنطن شن عملية عسكرية ضد الميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية، لماذا؟ أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تتجهز لمعركة عسكرية كاملة ضد الميليشيات الإيرانية خاصة في شمال شرق سوريا، ولكنني أظن أن الولايات المتحدة تحاول أن تجمع قواتها وأن تقوم بتدريبات مع قسادمة ووحدات حماية الشعب وحلفائها الآخرين في المنطقة. الولايات المتحدة بعد عدة تهديدات كانت قد حدثت في المنطقة هي ترى أن هناك أهمية في تقوية قدراتها الدفاعية في المنطقة، أيضا بما يخص حماية آبار النفط وحماية الحدود، وأن لا توجد أي ميليشيات قريبة من قواتها. أنا لا إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تظن بشن عملية عسكرية ضد قوات إيرانية أو عملية في المنطقة، يجب عليها إذن أن تغير طريقتها وتغير المهمة والبعثة الموجودة هناك، وهذا لم يحدث حتى الآن. حسب مصادر خاصة سيدة كارولين، عفوا على المقاطعة، حسب مصادر خاصة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستعين ببعض عناصر الجيش الوطني في الشمال السوري، ما إمكانية تحقيق ذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية وما هي العوائق أمامه كذلك؟ in front of them if they wanted to do that. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بنشر وتقوم بنشر جنود لم ينشروا من قبل في الحدود السورية شمال غرب سوريا، ولكن هذا لا يعني أنها تحاول بقيام بعملية عسكرية، ولكنها تقوم بتغييرات نوعية على السلطات المسيطرة في شمال غرب سوريا. إذا نظرتم إلى العدد، هناك فقط 100,000 جندي في المنطقة من الجنود الأمريكان، وهذا ليس بالعدد الكبير، ولن تستطيع بهذا العدد أن تشن عملية عسكرية مغيرة للموازين في هذا الوقت. ربما نحن نعود إلى المستوى الذي كان متواجد من مستوى الجنود الذي كان متواجد في 2018-2019 في المنطقة. عقيد عبد الجبار، هل يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بذلك إذا استعانت بعناصر من الفصائل في الشمال السوري حسب المصادر الخاصة لتلفزيون سوريا؟ وأذكرك بأن هذا الحديث شبيه بما قاله معي قبل فترة قائد جيش مغاوير الثورة الذي قال بأنه ثمة مشروع يجري العمل عليه وهو توحيد عملية عسكرية ضد النظام وضد الميليشيات الإيرانية في الجزيرة العربية، في الجزيرة السورية. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك. يعني هناك تصعيد، هذا التصعيد واضح
إلى حد ما بين القوات الأمريكية وبين حتى القوات الروسية التي يتزامن دائما تحرشها بالقوات الأمريكية بتحرك للقوات أو للميليشيات الإيرانية على الأرض. هذا موجود، ولكن حقيقة الأمر يعني هذا مصداقية هذا الموضوع تتعلق بالحرب الصوتية التي ما زالت قائمة منذ عام 1979، وصول الخميني إلى الحكم أو إيصال الخميني إلى الحكم من قبل الدول الأوروبية في إيران منذ العام 79، من 44 سنة حتى الآن، والحرب الصوتية قائمة بين الطرفين، ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحين، لا يوجد على الأرض أي اشتباك بين الأمريكان وبين الميليشيات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني، سوى يعني بعض المناوشات الخفيفة أو التحرشات الخفيفة بطائرة مسيرة هنا أو استهداف موقع هناك، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد. حتى الاستهدافات الإسرائيلية للميليشيات الإيرانية هي ليست لمنع وجود أو لطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا، وإنما للحد من تمددها لإبعادها عن الحدود الإسرائيلية، وهنا أيضا إبعادها عن منطقة تواجد القوات الأمريكية في الضفة الثانية من شرق الفرات أو عفوا من الفرات، وبالتالي يعني بوادر حرب حقيقية لا يوجد. أيضا عندما تريد الولايات المتحدة القيام بهكذا عمل، هي ليست بحاجة لقوات الجيش الوطني وإيقاع تركيا التي تتبنى هذا الجيش بالحرج مع إيران أو مع روسيا. هناك الكثير من العناصر من أبناء العشائر ومن الفصائل العربية التي كانت موجودة، كما فعلت على غرار ما فعلت عفوا في العام 2014 و2015 عندما نقلت مقاتلين من تركيا ومن أماكن أخرى كانوا ضمن فصائل الجيش الحر التي شردتهم داعش في منتصف العام 2014 من المنطقة الشرقية، نقلتهم إلى الأردن على يعني مغاوير الثورة وجيش سوريا الجديد، جبهة الأصالة والتنمية، دربتهم في الأردن ونقلتهم إلى تنف وقاتلوا هناك تنظيم الدولة داعش، وبالتالي هي الآن قادرة أن تفعل هكذا دون أن تحتاج إلى الجيش الوطني. هناك تشاور أو مشاورات بين قيادات عسكرية رفيعة من القوات الأمريكية وبين قادة سابقين وعناصر سابقين في الجيش الحر ما زالوا موجودين في المنطقة الشرقية وأيضا مع العشائر، وبالتالي بإمكانها تشكيل جيش لا بأس به إذا كانت هناك نية حقيقية دون الاستعانة بتحجيم الدور الإيراني. لكن عقيد عبد الجبار، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى هيكلة لهذه القوة. الفصائل الموجودة في الشمال هي مهيكلة وهي منظمة وتستطيع العمل على الهدف الأمريكي. يعني بالتأكيد الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها، بالتأكيد ليس غدا أو بعد غد هي ستقوم بالعملية، بإمكانها خلال أشهر قليلة هيكلة هذه القوات، وهناك أيضا موجودة هذه القوات موجودة أغلبها ضمن تنظيم قسد، قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي طبعا قوات سوريا الديمقراطية معروف بأنها لا تحارب القوات الإيرانية لأنها مرتبطة، هناك ارتباط بين قيادات قنديل والإيرانيين، ونعلم جميعا بأن قنديل أو قيادات قنديل هي من تدير ميليشيا قسد، فبالتالي يمكن سحب هذه القوى العربية الموجودة ضمن قسد وهي مهيكلة وموجودة، وإضافة لها عناصر أخرى وقتال الإيرانيين، ولكن يبقى السؤال هنا، هل فعلا الولايات المتحدة جادة في تحجيم الدور الإيراني في طردها من المنطقة من البوكمال ومن الميادين ووصل هذه المنطقة بمنطقة على هدف التنف المثلث الحدودي؟ عقيد عبد الجبار، هدف هذا الحراك الأمريكي. نعم. دعني أنتقل إلى ضيفي دكتور خالد. دكتور خالد، كيف يجب أن تقرأ إيران هذه التحركات الأمريكية برأيك؟ يعني مساء الخير لك وللضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء وللفريق العامل. طبعا المشكلة الأساسية هي قبل الحركة الإعلامية
والبروباغندا التي تقوم بها روسيا، يجب أن نعرف ما هي الاستراتيجية الأمريكية بخصوص هذا الجيف في سوريا، والذي يعتبر هو جيف مهم جدا ليعودنا في فترة البداية بين سوريا الاقتصادية وسوريا المفيدة. إذن هذه النقطة نقطة حكى يعني أو تحدث عنها الإعلام، لكن لم يكن هناك تصريحا فعليا من قبل الولايات المتحدة. ومن هنا نرى بأن هذه المنطقة تتقاسمها الولايات المتحدة وإيران. إيران تعزز وجودها، تبني قواعد، ربما هذه القواعد أحيانا كثيرة تستفز بها الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة هي تحاول يعني لملمت الصدمة، وبالتالي الرد يكون بسيط. شعار إيران هو إخراج الولايات المتحدة من هذه المنطقة بمساعدة روسية، وربما تصريح وزير الخارجية السوري منذ يومين فيصل المقداد عندما قال نطالب بإخراج الولايات المتحدة من هذه المنطقة. الحديث الذي تكلم عنه سابقا الإعلام هو العمل، وهناك فكرة على بناء شريط يبتدئ من البوكمال وينتهي في درعة تحديدا، وهو إعادة تمركز العشائر العربية مدعومة بقوات كما تفضل العقيد الجبار. وهذه يعني القوة قد تكون هي نواة لتأسيس مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تهدف إلى فصل الحدود العراقية عن السورية، وهو بالأساس يعني منع التمدد العسكري واللوجستي للفصائل المدعومة من الحشود الشعبية والحرس الثوري. وبالتالي هنا إذا قامت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، يعني بأن الولايات المتحدة بدأ يظهر لديها استراتيجية جديدة في التعامل مع سوريا. هي لا داعي لأن تسحب قوات من الشمال، وهنا إذا سحبت قوات من شمال سوريا يعني الميزان يعني يحول ليس لهذه القوى التي تعمل توازن، وإنما سيعود الدور الفعلي، وهذا ما تخاف منه الولايات المتحدة وتدرسه في أي تحرك جديد. كيف ستتعامل قصر؟ أين ستتعامل قوى الدواعش والتطرف؟ كيف ستقوم ب يعني السيطرة وحماية آبار النفط التي تحاول روسيا السيطرة عليها؟ وهناك استفزازات شاهدناها عدة مرات وتحرش روسي لنوع من الاحتكاك، ونحن نعرف بأن الروس يريدون يعني إعادة تموضعهم في سوريا بطريقة جديدة من خلال فتح اشتباك تارة مع الأتراك وتورا مع الولايات المتحدة، لأن الروس أصلا وضعهم في سوريا جدا يعني غير مرتاح، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية هم سحبوا عتاد و أعداد من سوريا إلى أوكرانيا، وبالتالي هم يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعوا الخوض في معركة، وبالتالي هم سيطلقون العنان للميليشيات وللفصائل الإيرانية بالتحرك كيفما تشاء. واليوم يعني منذ يومين رأينا التطبيع العربي أصبح يصطدم بالحيط، وهناك يعني سجال سوري يوجه ضد الإمارات وضد العربية السعودية، وهذا يعني صحيح. أن النظام يلتصق التصاقا وثيقا كالألتكو بالحرس الثوري، وبالتالي هو ينفذ ماذا يريد. إذن العملية اليوم في فصل التوائم كما كان يعني يحاول العرب أو بعض الدول هي عملية غير ناجحة، وبالتالي يجب علينا النظرة أو الرؤية الجديدة لسوريا الحديثة في كيفية التعامل مع الوجود الإيراني الميليشياوي
والنظام السوري الذي أصبح يهدد كل العالم في عملية توزيع الكبتاغون إلى أينما يريد. سيدة كارولين، هل هي فعلا استراتيجية جديدة للتعامل مع المرحلة الجديدة في محاولة لفصل التوائم كما وصفها دكتور خالد العزي من البوكمال إلى درعا وقطع الطريق أمام الميليشيات الإيرانية، وهو ذات الأمر الذي كان ينادي به ترامب والإدارة الأمريكية السابقة، وأدوات الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تنوي ذلك؟ Well, I certainly agree with my colleague that أنا طبعا أتفق مع الزميل أنها مرحلة جديدة في الخطة الأمنية في شمال غرب سوريا، شمال شرق سوريا. أنهم يحاولون وضع وجود عسكري في سوريا في الشمال وفي الجنوب. أيضا نحن نرى أيضا وجود عسكري كبير في الجنوب، وأيضا التطبيع مع نظام الأسد الذي حفز الولايات المتحدة وشركائها على البدء بشكل جدي بأخذ بالاعتبار بأن يكون لهم وجود في شمال شرق سوريا وفي جنوب سوريا أيضا، وهذا يغير ما مهدت له الطريق من قبل. وأيضا على الولايات المتحدة أن تفكر كيف بإمكانها أن تزود حلفائها بالسلاح مثل قوات قسد حتى يستطيعوا ليس فقط أن يوقفوا قوات داعش، ولكن أيضا لكي يحققوا توازن قوى في المنطقة ويحققوا وجودهم في المنطقة. ولذلك هناك دائما بدأت بمحادثات مع القادة المحليين وفاعلين آخرين على الأرض، وهذه هي الطريقة الأساسية التي ستعمل بها الولايات المتحدة، وهو أن يكون هناك تغييرات صغيرة متتابعة تحدث على الأرض، ولكنني لا أرى أن يكون هناك تدخل عسكري كبير. أنا لا أرى أن الولايات المتحدة تشجع شركائها وقوى المعارضة على أن يقوموا بشن هجوم أو نزاع مباشر كبير، ولكن مع القوات الإيرانية أو مع القوات الروسية في المنطقة. أنا أظن أن الولايات المتحدة تحاول أن تقوم ببناء خارطة الطريق على المدى البعيد للمنطقة. عقيد عبد الجبار، يعني هذه النية الأمريكية هل يمكن أن نلخصها بأنها بين قوسين سياسة ردع فقط حسب ما تشير له ضيفتي سيدة كارولين؟ نعم هذا صحيح، يعني وجود القوات الأمريكية، تعزيز القوات الأمريكية، الأرتال التي نراها يعني بشكل دائم عبر معبر سيمالكا من العراق لتعزيز القوات الأمريكية بالسلاح والعتاد، استخدام منظومات الصواريخ الهيمارس الاف 22 كل هذا هو سياسة ردع، وال 35 نعم هي سياسة ردع، لأن المقولة العسكرية تقول إذا أردت تجنب الحرب فاعدد لها بشكل جيد، وبالتالي هذه كلها ربما هي رسائل للإيرانيين ومن خلفهم الروس بأن أي تحرش بالقوات الأمريكية، أي محاولة للاقتراب أو زعزعة الاستقرار في القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة سيكون الرد عنيف من قبل الولايات المتحدة. وقلنا وسبق أن قلنا على قناتكم لا قبل لا لروسيا ولا لإيران بمواجهة القوى الأمريكية أو القوى الأمريكية والتكنولوجيا الأمريكية في هذه المنطقة، ولكن أيضا كما تحدث ضيفك هدف روسيا، هدف إيران، هدف الكثير والنظام وغيره هو إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة، وأيضا ربما هدف الولايات المتحدة هو إخراج روسيا وإيران من هذه المنطقة، رغم أنه لا يوجد مؤشرات على ذلك. ولكن مع كل هذه التحليلات يعني احتمال قيام أي عمل عسكري هذا وارد حقيقة، لا يمكن
يعني رغم كل المعطيات لا تشير إلى ذلك، ولكن هناك معطيات أيضا تشير إلى ذلك. يعني هو أنت تشير دائما تشير دائما إلى غياب القرار السياسي بحصول هذه المواجهة، لكن من ناحية لوجستية عسكرية بالنظر إلى ما أشرت إليه من تعزيزات عسكرية، استخدام F-16 F-22 F-35، إضافة إلى ما يتم الحديث عنه من تدريبات ومناورات بين الفترة والأخرى، هل من الناحية العسكرية واشنطن جاهزة لأي مواجهة يتم الحديث عنها الآن في الإعلام؟ دائما الولايات المتحدة أينما تضع رحالها ومكان قواتها تكون دائما جاهزة لهذه المواجهات. أعداؤها كثر، أعداؤها في المنطقة من كل الاتجاهات، وبالتالي لا يمكن أن تضع جنودها في مكان إن لم تكن جاهزة ومستعدة لأي مواجهة والدفاع عن جنودها، لأن مقتل أي جندي أمريكي سيسبب مشكلة كبيرة للإدارة الأمريكية. طيب، لكن تحرشت إيران والميليشيات الإيرانية كثيرا بالقوات الأمريكية سواء بالعراق أو حتى في سوريا، ولم نشاهد سياسة ردع حادة من قبل واشنطن، أليس كذلك عقيد عبد الجبار؟ نعم، في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان شاهدنا أيضا سياسة ردع حازمة. مقتل سليماني ليس ببعيد، وهو رسالة لكل القادة الإيرانيين. أيضا هي تتلقى القوات الميليشيات الإيرانية تتلقى ضربات قوية بشكل دائم. طيب، عبر حليف الولايات المتحدة وهو إسرائيل، ليس بالضرورة أن ترد أمريكا بنفسها طالما هناك من يعني يتعاون معها ويرد عنها. قبل الانتقال إلى دكتور خالد، سأل سؤال مهم، مسألة كيف ستتعامل قسد مع كل هذه التحركات، يعني بالنظر إلى تحييد الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لهذه القوة التي صرفت الكثير زمنيا وماديا وعسكريا من أجل تجييشها وإعدادها. السؤال لي إلى نعم، السؤال لك عقيد عبد الجبار. نعم، بالتأكيد قسد، كما قلت، قسد لا تقاتل الإيرانيين، لا تقاتل الميليشيا الإيرانية، لأن هناك تفاهمات واتفاقات، وأصلا من يهيمن على قسد هم قيادات قنديل التابعة لإيران أو المرتبطة بإيران ارتباط وثيق. وهنا نتحدث كما تفضل الضيوف، موضوع نقل قوات من الجيش الوطني سيخلق مشكلة، وهناك سيحصل احتكاك بين قسد وقوات الجيش الوطني إن حصل ذلك، وجميعنا يعلم بأن هناك عداوة وحرب بين قسد وبين الجيش الوطني إن كان في درع الفرافضان. هذا تحدي أمام هذه الفكرة، لكنها واردة عقيد عبد الجبار، يعني هذه فكرة نقل فصائل من الشمال واردة، لأن قسد كما أشرت لا تقاتل الميليشيات الإيرانية. كل شيء وارد سيدتي، كل شيء وارد في هذه المنطقة، وكل الاحتمالات قائمة. طيب، ولكن دائما الولايات المتحدة تبحث عن الأقل كلفة والأقل اصطدام، طالما هي لديها قوات أخرى تستطيع بها قتال فهي لن تحتاج. وأيضا نقل هذه القوات وقتال الإيراني العشائر المحلية، قوات جيش سوريا الحرة، نقل مقاتلين جدد موجودين في كل أماكن، موجودين في الشمال، موجودين في تركيا، موجودين في الأردن، قوات من فصائل دير الزور نفسها التي شردتها داعش في 2014 هي يمكن تجميعها وبسرعة هائلة. هو جلب يعني الجبل جلب قادة سابقين من الأردن أسهل من جلب قادة من الشمال، لا أعلم يعني مدى وقعية ذلك. لكن بالانتقال إلى دكتور خالد، ليس الموضوع أسهل، الموضوع أقل 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 ضرر. يعني أنا قلت اليوم نقل هذه القوات ولقتال الإيرانيين سيوقع تركيا في حرج مع الإيراني، وتركيا حليفة إيران في أستانا وفي غيرها، ولديها مصالح كبيرة معها. طيب، لماذا يعني تصطدم معها أو تواجهها؟ طيب دكتور خالد، يعني هل ستلتزم إيران بهذه المعادلة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها أمام احتمالات مفتوحة للنتائج من كل ما يجري في المنطقة؟ يعني دعينا نرى عزيزتي بأن المشكلة ليست بما يحدث على يعني الممر ما بين سوريا وما بين العراق، المشكلة بأن الولايات المتحدة بإدارتها الحالية، إدارة بايدن، هي
لا تزال تفتح باب التواصل مع إيران لإعادة إحياء النووي، ونحن نرى بأن هناك خلاف ما بين الخارجية والمخابرات الذي ذهب ضحيته رجل بايدن يعني وأعفي من منصبه، وهذا يعني بأن المشكلة مع إيران لا تزال هي تجميع أوراق، وربما هذا الضغط وهذا الحشد والاعتداءات التي لا ترد عليها إدارة بايدن هو في إدار تملق إيران، وخاصة شاهدنا بأن بايدن أقدم عرضا كبيرا لإيران من أجل إبعادها عن روسيا، وهذا العمل فشل نهائيا. وبالتالي إذا أردنا أن نعتمد بسياسة جديدة على تغيير ما يحدث في سوريا، يجب أن نأخذ يعني وجهة نظر البنتاغون، وجهة نظر المخابرات، وربما هذه وجوه يعني هذه الوجهات ستذهب إلى الإدارة الجديدة برحيل إدارة بايدن، وبالتالي التعامل مع الورقة السورية سيكون بالتعامل بالقوة، وعندها تفهم إيران ويفهم الروس أن عملية الجعجعة هذه لن تجدي لهم، وبالتالي هم يتعاملون مع دولة لها إمكانيات ولها قرار. ونحن إذا أعطينا مثلين في إدارة أوباما كيف تصرف مع تصفية يعني الرجل الأول في إيران وحاكم المنظومة الميليشياوية في العالم، والمثل الثاني عندما إدارة بايدن كيف تعاملت عندما ذهبت فاغنر لتحتل حقول النفط في دير الزور، عندما صفت مجموعة من حوالي 600 شخص وروسيا لم يرمش لها جفن، وبالتالي هي لم تعترف بهم، وهذا يعني بأن الاستراتيجية التي قلت عنها لا تزال غائبة، لأن الولايات المتحدة تراوح مكانها. عندما تريد أن تفتح باب سوريا هناك كثير من الأسئلة يجب التعامل معها، هو الاحتضان الفعلي للجيش السوري الحر، تسوية العلاقة مع قسد وعدم حمايتها، العلاقة مع تركيا وحلحلتها بطريقة دبلوماسية، وبالتالي وضع العراق أمام أمر واضح. دكتور خالد العزي، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وكذلك شكرا للعقيد عبد الجبار العقيد المحلل العسكري والاستراتيجي، كان معنا من غازي عنتاب. أشكر كذلك ضيفتي من واشنطن كبيرة الباحثين في معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية كارولين روز. المحور الثاني بعد فاصل قصير.